ينضم إلينا عبر سكايب من الضفة الغربية الصحفي الفلسطيني الأستاذ محمد القيق. مرحبا بك أستاذ محمد. يعني حماس تعلن سريان هدنة جديدة مع الاحتلال عقب التصعيد على غزة، إلى أي مدى تعتقد أن هذه الهدنة ستصمد؟ نعم، بالفعل هذه الهدنة لديها مقومات الصمود المؤقت تمهيدا لما يسمى بالاستراتيجية في التعامل. الآن الإسرائيلي يحاول قدر المستطاع أن يكسب الوقت لصالحه لتجنيد المحافل الدولية في خدمة مشروعه التصفوي ضمن صفقة القرن. لذلك الآن يحاول قدر المستطاع أن تهدئات في ظل معادلات المقاومة التي فرضت في الآونة الأخيرة. كان يذهب باتجاه القصف دون أن يرد عليه. عندما قررت المقاومة الفلسطينية القصف بالقصف ردع الاحتلال من خلال الوساطة المصرية. بعد أن أسقط الشهداء والدماء الفلسطينية قررت المقاومة أن يكون الدم بالدم، وبالتالي قنص هذا الضابط الإسرائيلي فصفعت المخططات الإسرائيلية تمهيدا لسقط القرن بأن يكون هناك دم مقابل دم. تقنية وقنص وآليات المقاومة فرضت معادلات جديدة، لذلك ستصمد أكثر التهدئة نظرا لرد المقاومة العنيف والقوي على هل الممارسات زالت الإسرائيلية. أسباب التوتر برأيك بين المقاومة والاحتلال، أم أن يعني هذه الهدنة هي مجرد مسكنات سيكون لها ما بعدها؟ نعم، أسباب التوتر بالعكس تتصاعد أكثر وأكثر. هناك اعتداء يومي على المسجد الأقصى المبارك، هناك اعتداء يومي على مسيرات العودة، هناك حالة من التهويد ومحاولة لتطبيق مشروع إيوان القاضي بقسم الضفة الغربية لقسمين وضم علي أدوميم المستوطنة المقامة على أراضي المواطنين شرق القدس إلى القدس الكبرى التي عرفت من قبل ترامب على أنها عاصمة. لذلك أسباب التوتر قائمة، وهذا ما يفتح المجال على أن هناك تطورات قد تكون دراماتيكية لا تحتملها القيادة السياسية الإسرائيلية لكي تبقي الأوضاع كما هي، ولا تحتمل المقاومة نظرا لأن الاحتلال الإسرائيلي يمرر مخططات تمهيدية لصفقة القرن التي ترفضها المقاومة الفلسطينية، والشعب الفلسطيني وأيضا لديها الكثير من الاعتراضات الإقليمية. كيف تنظر إلى تزايد ظاهرة اقتحام المستوطنين لحرم المسجد الأقصى؟ الذي يجري الآن في المسجد الأقصى المبارك يحاول الاحتلال ترجمة أن القدس عاصمة إسرائيل الأبدية التي أهديت من قبل دونالد ترامب للإسرائيليين، وأيضا أن السفارة الأمريكية باتت في القدس وكأن القدس الآن في سلام وفي رعاية إسرائيلية للمقدسات فيها، ولا ضير أن يتم اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، ولا ضير للتقسيم المكاني بعد التقسيم الزماني. كل هذه التمهيدات من قبل قوات الاحتلال تنذر بمزيد من الخطورة نظرا لأن المعادلات العبرية تذهب باتجاه أن أيلول القادم هو معادلة وضع جبل الهيكل، عفوا أساسات الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى المبارك. لذلك تتوافق الرواية السياسية الإسرائيلية مع الدينية الإسرائيلية كي تكون هناك يهودية الدولة، ولا يكون لديهم هذا المجال إلا من خلال تكثيف ممارسات المستوطنين في ظل الإجراءات التعسفية المتطرفة من قبل نعم، الحكومة. هناك إقرار يعني من الكنيسة الصهيونية لقانون الدولة القومية اليهودية بفلسطين المحتلة. أمام ذلك يعني ما الأوراق التي لدى السلطة لوقف هذا التعدي الصارخ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني؟ نعم، أشكر جدا على هذه على هذا السؤال وعلى هذه الملاحظة. الآن السلطة الفلسطينية رغم أن باتت في المحافل الدولية وبات لديها انضمام للمؤسسات الدولية، إلا أن هذا الانضمام أنا عليه أسميه رخصة منتهية
لا قيمة لها في ظل حالة الترميج وحالة التجميد لكل جهود الفلسطينيين الدولية من قبل اللوبي الصهيوني أو حتى من قبل الصمت الدولي على الجرائم الإسرائيلية. لذلك الآن يحدث أن الإسرائيلي يكثف ويصعد ويذهب باتجاه يهودية الدولة. على كل، هذا المقترح بيهودية الدولة ليس وليد اللحظة، هو توصيات هرتل وتوصيات بنغوريون وتوصيات جولدا مائير، وهم كبار الكيان الصهيوني ومؤسسيه. ولذلك الآن يطبقون هذه النظرية واقعا في ظل تهميش دور السلطة. الآن السلطة تهمش، صفقة القرن تذهب الفلسطينيين لسيناء وللأردن كبديل عن الضفة الغربية التي تعتبر لدى الإسرائيليين بأنها خاصرة الأمن القومي الإسرائيلي عفوا، وهذا يعني أنهم لا يريدون دولتين. إذا حل الدولتين رفض ميدانيا ورفض سياسيا، وحل الدولتين بات وهما، وبالتالي الآن هذه الدولة التي هي يهودية يجب أن تكون يهودية في نظرهم حتى يتمكنوا من فرض أجنداتهم الإقليمية. وهذا وعد ترامب ضمن حملته الانتخابية بداية انتخابه حينما قال: سأنقل السفارة إلى القدس وسأعلن القدس عاصمة أبدية وسأقطع رواتب الأسرى والشهداء الفلسطينيين الذين أسمهم بإرهابيين، وسيكون للإسرائيليين هدية منا بأن هذه المنطقة هي للشعب اليهودي وأن دولة إسرائيل هي دولة يهودية. بقي عليه أن ينفذ قطع الرواتب عن الأسرى والشهداء، وبقي عليه أن يعلن يهودية الدولة لتتماشى معه الدول الأوروبية فيما بعد على وقع هذا الابتزاز الدولي. من الضفة الغربية، صحفي فلسطيني محمد القيق، شكرا لك، كنت معنا عبر سكايب.